بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم اليوم من موقع جميل، نرحب بكم من وادي الريان الواقع في الجزء الجنوبي من لواء الكورة بين محافظتي إربد وعجلون. نحن في الجزء الشرقي من لواء الكورة في هذا الوادي، وادي الريان الممتد عبر 17 كيلو مترا. هنا كما قال الشاعر سيلي المرا: إن قدرتي على الوصف لتعجز عن إيفاء هذه البقعة حقها، ولربما كان بمقدور فنان أن يرسم بريشته هذا الوادي الرائع. هنا مصدر الجمال، هنا مصدر البيئة الطيبة، إنها من أجمل الأماكن الموجودة. ونحن الآن نتفيا أحد الأشجار وهي شجرة الدلب التي يقدر عمرها بحوالي 1000 عام. هذه الشجرة الخضراء اليانعة ما كانت لتعمر هذا الوقت إلا بوجود ينابيع وادي الريان المنحدرة عبر الجبال والسهول حتى تصل إلى هذا المكان. هذه الشجرة العظيمة التي تعتبر عميدة الأشجار الحرجية ليس في لواء الكورة وإنما في المملكة الأردنية الهاشمية، شجرة غناء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ندعوكم إلى زيارة هذه الشجرة المباركة الواقعة في الجزء الشرقي من وادي الريان في أراضي بلدة جديدة بلواء الكورة بمحافظة إربد، وأهلا وسهلا.